طيب يعني يا كابتن، زي ما حضرتك قلت ما شاء الله، حضرتك عاصرت يعني اجيال كتير من كتيبه الكوماندوز. عايزه اعرف انهي جيل اللي يعني يمكن نقول عليه ده كان اكتر جيل انت يعني كنت متالق معاهم او احرزت جميع البطولات او بعض البطولات معاهم. بص، هو الحمد لله نادي الزمالك في كره اليد بحسن او من غير حسن هو مدرسه مختلفه في مصر. انا الحمد لله من اول ما دخلت نادي الزمالك، انا دخلت نادي الزمالك سنه 99، كانت اول حاجه العبها رسمي مع نادي الزمالك البطوله العربيه في الاردن وكسبناها، يعني اول مشاركه ليا. الجيل القديم انا لحقت لعبت معاهم من 99 ل 2003، فقعدت معاهم 4 سنين اللي هم بيتمثلوا في كابتن ايمن صلاح وكابتن حسام غريب ومحمود حسين ومجد ابو المجد. الروبي بقى تزاملت معاها، فضلنا في الملعب مع بعض لحد 2012. لكن الجيل بقى اللي كمل من 2003 لحد ما انا بطلت 2018، طبعا كان في احمد الاحمر وكان في ريشه وكان في رامي يوسف وأب محسن وهتلر الصغير وائل فهيم وهتلر الكبير. فده جيل بقى الحمد لله قعدنا نكسب كتير، يعني قعدنا نكسب. يمكن انا من ساعه ما دخلت يعني اعتقد من نادي الزمالك من 99 ل 2018 وانا بنكسب مكاسب كبيره الحمد لله. لو في طيب اسم لاعب كان نفسك تلعب معاه بس ما لعبتش معاه، هيكون مين؟ بصي، يعني هي في لعيبه كتير جدا، يعني اعتقد كان نفسي العب معاهم من الجيل القديم. لكن طبعا ما يعني كانوا بيتكلموا عن كابتن مصطفى الاحمر، كان لعيب فذ جدا. عايز اقول لك بقى، يعني بما اني ذكرت كابتن مصطفى الاحمر، كابتن مصطفى الاحمر هو اللي صعدني وانا كنت لعيب صغير في نادي الجزيره، كان هو ماسك نادي الجزيره فمدرب، وانا بلعب فريق روسي وكان عندنا مشكله في الباك ليفت. لعب كابتن مصطفى، لعب وهو مدرب. هو مدرب. بصراحه انبهرت، هو لعب جنبي